بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل ابو رحمه. كابتن عاجبك اللي حصل يا كابتن من الحكم؟ شوف يا كابتن ايمن، قبل المباراه وانا وقفت هنا مع حضرتك وقلت لك الحكم مغمور ملوش خبرات، مش هي دي المباراه اللي هو يلعبها كابتن ماهر، مباراه صعبه جدا عليه، وان كانت المباراه في الملعب سهله، ولكن احنا بنتكلم على قراراته الفنيه. اولا قرارات فنيه خاطئه، تحركات وتمركزات خاطئه جدا جدا. يعني انا النهارده لو مسؤول في اللجنه الفنيه في اتحاد الكره وعندي حكم ثلاث مرات يا كابتن اسامه يا كابتن اسامه تيجي الكره فيه تصطدم فيه ثلاث مرات هوقفه، ده حكم درجه ثالثه او ثانيه. ما بالك ده حكم في النخبه، يعني انت يا كابتن ايمن ده حكم في النخبه ثلاث مرات يا كابتن ماهر الكره بتصطدم، ده دليل على ايه؟ دليل على ايه؟ اولا ولا توقع ولا قراءه ولا قرارات فنيه، ده مش هو بس، ده هو وحكمه الفار اللي هي ماريا ريفيت الحكمه من موريشيوس. انا هوريك ثلاث لقطات وهم هيترجموا كل الكلام ده كابتن ايمن. خلينا نروح لاول لقطه اللي هي اللقطه المهمه في الدقيقه 90. ماريا ريفيت شاهد ما شافش حاجه كابتن ايمن، شاهد ما شافش حاجه والحكم لم يتخذ اي قرار. نشوف يا كابتن، هنا الكره بتعمل اوفر لبيرسيتاو. في هذه الحاله هو راجل بيبتدي يسند عشان يستقبل الكره وياخدها، هنا ايدين الاثنين للاعب صن داونز. ايوه الدفع. طب حد يقول لي يا كابتن ايمن الماده 12 ايه هو الدفع اللي موجود فيه؟ الدفع دفع المنافس، اللي هو تدفع المنافس بايد الاثنين، وهنا حصل السقوط. الدفع موجود جدا جدا، ولو معانا الحاله يا كابتن ايمن حاله، مش عايز اقول لك دي ده خطا فادح جدا جدا. هي الصوره متثبته دلوقتي كده افضل. هنا باينة. هنا الدفع موجود بايد الاثنين يا كابتن، الايد طلعت من الجسم صح، خدت السوسته يا كابتن ماهر. عارف لو الايد ما طلعتش يا كابتن ماهر وفضلت زي ما هي كده، انما الايد خدت سوسته عملت الدفع. هنا بنتكلم في القانون، الدفع هو في القانون ايه؟ ركله حره مرشه لو كان المخالفه خارج منطقه الجزاء، ركله الجزاء لو كانت المخالفه داخل منطقه الجزاء. هنا السؤال، لو انا النهارده بتكلم على الفار، لا يا جماعه الفار هنا النهارده موجود ومش موجود. يا اما الفار يا اما الفار يا كابتن ايمن في عطل، لان هذه الحاله حاله انا بقول خطا فادح من ماريا ريبيت اللي هي محكمه الفار اللي ما جابتش الحكم، والغريب ان الحكم ما عادش، المخرج ما عادش، المخرج ما عادش اللعبه خالص. ايوه كابتن. ومش دي بس، اكتر من لعبه كابتن شريف ما بتتعاش النادي الاهلي، وده سؤال صحيح محيرني صحيح. يعني حتى التسللات هو الجديد علينا طول عمرنا كده، مالناش باع في افريقيا، والبطوله انها تتعمل بالشكل ده برضه عايزين يقتنصوا منك اي شيء. بص يا كابتن شريف، باي شكل يا كابتن كويس، احنا عارفين اللي احنا فيه ده، ده غير السيول اللي انت شفتها والظروف اللي هي مواجهه لكل ده، فواضح جدا ان احنا هنفضل طول حياتنا عايشين في ده، مش هتبقى لا اول ولا اخر مره. بص يا كابتن شريف، احنا قلنا دايما احنا هنا بنفصل ما بين الاداء يا كابتن الفني للاعبين وحق الفريق. انت بتتكلم في الدقيقه 90 ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم تحتسب بسبب الفار بسبب الحكم، لا انت تديني حق ومالكش دعوه بيه، سواء اديت او ما اديتش ادي حق الفريق، وده انا اللي قلته كابتن ايمن معاك في بدايه المباراه، قلت لك ان الحكم شخصيه مش موجوده، بيقول ان الفنيات قليله، ملوش خبرات ابدا في مثل هذه المباراه. المباراه سهله على فكره، سهله جدا، سهله تحكيميا، ولكن هو اخطاء الحكم صعبت المباراه عليه. دي ركله جزاء لم تحتسب بسبب الفار، ماريا لم تشاهد، واعتقد ان هي ما كانتش موجوده.